في تأريخ النساء المرتبطات بالوحي، المرأة أحياناً تتقدم، شوف التفتوا أحبتي، المرأة أحياناً تتقدم والرجل يرجع إلى الوراء خطوة، وأقصد بالرجل الحجة من الله سبحانه وتعالى، إن كان نبياً أو كان وصياً، متى يرجع وتتقدم المرأة؟ وسؤالنا إحنا عن الزهراء عليها السلام، لأن الزهراء هي التي خطبت، هي التي تكلمت، هي التي صدعت بالحق، هي التي طالبت بفدك، هي التي طالبت بالإمامة، هي التي قالت وتقدمت وفعلت كل شيء وألقت الحجة. بينما كان أمير المؤمنين عليه السلام خطوة في الخلف، إذا كان هناك خطر على الحجة من الله سبحانه وتعالى تتقدم المرأة ويرجع الرجل خطوة. ليش تتقدم المرأة؟ هناك مساحة لعمل المرأة أحياناً لا يستطيع أن يقوم بها الرجل. كيف؟ شايف أنت إذا جنابك في الطريق، لو نفترض اعتدى عليك رجل، واحد رجل اعتدى عليك بكلمة أو بيد، أول خيار أمامك، أول شيء تفكر فيه أن ترجع الغلط عليه، صحيح؟ بعدين تجي القضايا الأخلاقية والآداب، صحيح؟ أول شيء تفكر فيه أنه تعيد له الخطأ، يعني تنتقم لنفسك. زين، سؤال آخر، لو كان الذي اعتدى عليك امرأة، فإن آخر شيء تفكر به هو أن تعيد عليها خطأها، صحيح أو لا؟ فبين أول شيء وآخر شيء مساحة للعمل. لهذا احنا لما نقلب التاريخ بعضهم يسأل يقول ليش الزهراء عليها السلام هي اللي فتحت الباب أساسا؟ هي الزهراء ما فتحت الباب، لا، وإنما صار اقتحام. حتى ابن تيمية يقول وغاية ما يقال أن القوم كبسوا على بيت الزهراء عليها السلام، لكن الزهراء عليها السلام هي التي تحدثت وهي التي تكلمت حتى أثناء الهجوم. ليش الزهراء مو أمير المؤمنين عليه السلام؟ سؤال يمكن نعالجه تاريخيا بموقف مريم بنت عمران. مريم بنت عمران استقرت في المعبد، امرأة صغيرة السن، بكر، بنت نبيهم عمران، لها مكانة، لها قدسية، سكنت في المعبد. هي التي مريم، ترى مو واحدة عادية، مريم سيدة نساء عالمها، مريم افتتحت نبوة، باب نبوة، كتاب نبوة، وأغلقت باب نبوة، مو واحدة عادية مريم. هي التي كانت تحاجج بني إسرائيل في الدين والتوحيد والنبوة، مع أنه، شوف التفت لي جيدا، مع أنه مريم بنت عمران كانت أيضا تعاصر نبيا من الأنبياء وموجود في بني إسرائيل معها، وهو زكريا اللي كان يخدمها، زين، ويأتي لها بالطعام ويدخل عليها في المحراب ويجد عندها الطعام، القصة مشهورة. زين، ليش مو زكريا هو الذي يتصدى وتكون مريم في خطوة إلى الوراء؟ لو تقدم زكريا لقتل، ما يقدر يتقدم، لهذا تقدمت مريم. مريم هي التي خطبت، هي التي حمت زكريا. تشوف محور القصص التاريخية اللي ترتبط بالوحي
نساء يتقدمن للحفاظ على حجة من حجج الله سبحانه وتعالى. طبعا الزهراء عليه السلام فتحت باب استثنائي يعني لنساء أهل البيت في هذا السياق في هذا الدور، وهذه نقطة مركزية جدا مهمة لفهم القضية. زين، وإلا في يوم عاشوراء لولا وجود زينب سلام الله عليها، زين، لدفنت كربلاء في كربلاء. وأقول أنه أهداف سيد الشهداء سلام الله عليه كانت متوقفة ومرتبطة في جزء كبير منها على السيدة زينب سلام الله عليه، هي التي خطبت، هي التي قالت، هي التي حافظت على الإمام زين العابدين سلام الله عليه. كم مرة عبيد الله بن زياد أو يزيد أو حتى القوم في يوم عاشوراء يقررون قتل الإمام زين العابدين؟ أنت ما فكرت أصلاً؟ شوف شوية، خليك وياي. هذه كربلاء الطاحونة، أسميها طاحونة، اللي ما خلت حتى طفل رضيع، حتى عبد الله الرضيع، الطفل الرضيع أبو ستة أشهر قتل، بل قتل طفل للحسين عليه السلام قد ولد يوم عاشوراء. هاي الأجواء شلون سلم منها الإمام زين العابدين سلام الله عليه؟ تفكر في هالقضية؟ صحيح إرادة الله سبحانه وتعالى وراء هذه القضية، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى تريد سبب واقعي، سبب فعلي. السبب هو السيدة زينب سلام الله عليه. لما قرر عبيد الله بن زياد أن يقتل الإمام زين العابدين، ارتمت زينب سلام الله عليها عليه وقالت له: إن كنت عزمت على قتله فاقتلني قبله. زين، ومو موقف أو موقفين أو ثلاث، مو فقط الحماية، قلت لك أهداف الحسين مرتبطة بامرأة، بثانية أمها، بالصديقة الصغرى زينب سلام الله عليها. أهداف الحسين مرتبطة بالسيدة زينب سلام الله عليها. لهذا أكو أحد الشيعة بعد دور من الأزمان بعد شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، واحد من الشيعة يطرق الباب حتى يسأل عن الإمام الذي هو بعد الإمام العسكري سلام الله عليه. فمن طلعت له؟ طلعت له السيدة حكيمة، هذه السيدة الجليلة عظيمة القدر. شوف أدوار منعطفات مهمة في تاريخ أهل البيت، اللي يقود الحركة نساء من آل محمد سلام الله عليهم. سألها عن الخلف، يعني من الإمام بعد الإمام الحسن العسكري؟ فهي قالت له أن الإمام هو المهدي عليه السلام. جرى حديث حول هالنقطة، ثم سألها سؤالا، قال لها: بمن أقتدي؟ الإمام غايب، أريد الإمام أقتدي به، فبمن أقتدي بعد الإمام الحسن العسكري؟ أيضا يجي هنا دور. قالت له السيدة حكيمة: بالجدة، يعني جدة الإمام صاحب الزمان، أم الإمام العسكري. تدري هذول عرب ما يفتهم هذه القضية إذا ما يعرفها من الجذور مثل ما أنا بينتها. قال: وعجب، أقتدي بمن وصيته إلى امرأة؟ يعني ما استوعب، ثقل عليه أنه يجي يقتدي ويأخذ مسائله ومسائل دينه يأخذها من امرأة. إش قالت للسيدة حكيمة؟ شوف نرجع إلى الأساس. قالت له: اقتداءً بالحسين عليه السلام.
فإنه أوصى بالظاهر إلى زينب عليه السلام، وكان العلم في الباطن يطلع من منه؟ ها؟ الإمام زين العابدين عليه السلام. زينب واجهة لحفظ الإمام زين العابدين عليه السلام. إذن هذه القضية من اللي فتح هذا المجال حتى تتقدم فضليات نساء أهل البيت بعد هذا المنعطف الظرف الخطر على الحجج الطاهرين، ولا بد أن النساء يتقدمن؟ اللي فتح هذا المجال هو فاطمة بنت محمد سلام الله عليه.